طيب عرفنا بنفسك يا محمد. انا محمد اسامه، مدرب جمباز وعندي 23 سنه، ساكن برضو هنا في المعادي ومولود في المعادي. وبالنسبه لموضوع الفافيه ده وكده، يعني انا سمعت الكلام ده كتير اكيد في الجامعه، وكمان ده انا كمان الجامعه عندي كانت كلها اولاد بس، فكان ده العادي عندنا اللي بيتقال، بس لما بيعرفونا يعني بيعرفوا ان ده العكس، يعني طيب. دي مش حقيقه. احكوا لي عن فكره الخدمه المجتمعيه اللي انتوا فكرتوا فيها او التجميعه دي جت منين؟ انا اولا عرفت ان انتوا كنتوا بتعملوها على روح صديق ليكوا رحمه الله عليه توفى. مرحبا. احكوا لي بقى الفكره من اولها ابتدت ازاي؟ مين اللي ابتدى فيكوا الاول؟ أنا. طيب اتفضل ابدا. احنا ابتدينا في 2011، كان مؤسس الجروب وصاحب الفكره هو محمود رمضان الله يرحمه. الله يرحمه. كان هو صاحبنا المهندس احمد تامر، هم اللي اسسوا الجروب وهم اللي بداوا الفكره دي من بعد الثوره بالاخص. كانت بدات او مقتصر على تنظيف الشوارع، دهن الارصفه، الحاجات الابتدائيه دي. بعد كده الموضوع بدا يكبر اكتر واكتر، ما بقاش اللي هو ما اقتصرش على كده وبس، بدا اللي يبقى الحاجات كتير، توعيه الشباب وان احنا بننزل وبنقعد نتكلم معاهم، بنعمل معاهم انشطه زي مثلا اعرف كليتك او بالعربي شعري او حاجات كتير بنقعد نعملها مع الشباب. بعد كده بدانا في شغل رمضان، تحضير الوجبات، تحضير الشنط، ننزل نوزع الشنط في اماكن معينه، ننزل نوزع الوجبات. ده بقى النشاط بتاعنا عموما. طيب. ده اللي احنا بقينا معروفين بيه حتى وسط الناس. محمد، هو نور كان قبلك في انتوا هي عاملينها ايه، مبادره ولا مجموعه ولا جروب؟ يعني انتوا عاملينها ايه؟ احنا مجموعه صحاب عادي. طيب يعني نور سبقك للدخول في نشاط الخدمه المجتمعيه، انت الموضوع اتعرض عليك ازاي وفكرت فيه ازاي وشفته ازاي؟ انا الموضوع ان انا الموضوع بدا معايا انا كمحمد اسامه من قبل ما اروح معادينز، ان انا كنت بنزل في الشارع في رمضان وكده، بحب ان انا اي اوزع وجبات او افطار صايم على الناس في الشارع ساعه الاذان. مع الوقت طبعا والناس بتتشغل وكده، لقيت ان انا بقيت بنزل لوحدي، فقعدت ادور على الفيسبوك وبتاع لغايه لما عرفتهم، نزلت معاهم اول سنه، ومن بعديها لما السنه دي خلصت كلموني ان انا ابقى معاهم. يعني طيب السنه دي كانت سنه كام؟ تقريبا كانت 2015. 2015 انت وصلت لهم وقلت لهم عايز انزل معاكم، بعد كده هم كلموا. طب احكوا لي عن بشكل مفصل اكتر عن موضوع الخدمه المجتمعيه، بعيدا عن اي مظله جمعيه، بعيدا عن مظله، بعيدا عن اي حاجه روتينيه. انتوا شباب بتصحوا من النوم تجمعوا بعض على جروب واتساب تعملوا حاجه باستفاضه اكتر، يعني انت عديت كده رمضان مش عارف، لا ما تكروتناش. احنا بنستعد مثلا لو هنتكلم على رمضان بالاخص، احنا بنستعد لرمضان من قبليه بحوالي 4 شهور. بنبدا بننزل بنتقسم، ببقى انا مثلا مسؤول ان انا هنزل الف على الماتيريال اللي احنا هنستخدمها، ادور على الاسعار، اجي عشان اجيب، احاول اجيب ان انا اقل سعر باعلى كواليتي، حاجات احسن حتى من اللي بجيبها في بيتي انا شخصيا. ادور على الكومبوننت، اكلم الشباب، انا حاليا وصلت مثلا للسعر دوت، حد جاب سعر اقل مني، ننزل نشوف الحاجه، تمام، بنتفق على المورد، نبدا نتعاقد معاه ان شاء الله في رمضان انت هتجيب لنا المكونات ديت. زي ايه بقى المكونات؟ رز، سمنه، عدس، فاصوليا، لوبيا، بلح، سكر، زيت، ماجي، صلصه، بلح، كل المكونات دي. دي مكونات شنطة رمضان اللي انتوا بتجيبوا الحاجة بسعر الجملة وبتكيسوها لبعض. طيب وجبات الإفطار بتبقى عبارة عن إيه تقريبا؟ وجبات الإفطار يعني في السنين اللي فاتت كلها كانت بتبقى رز وفراخ وخضار والأكل اللي بنعمله في البيت ده.